ينضم إلينا خالد عبد الكريم، مهندس كهرباء ومشرف على مشاريع الطاقة الشمسية من صوران ريف حلب. صباح الخير. يا صباح الخير لإلك. أهلا بك. هلأ حسب ما شفنا بالتقرير أنه هي مشاريع جماعية، حابين نعرف منك الفرق بينه وبين الطاقة الشمسية اللي بتولد الكهرباء لأجزاء معينة من البيت، واللي عادة بحطوها الأهالي على أسطح المنزل، بتكون مخصصة لكل بيت. تحياتي لك وللسادة المشاهدين، الله يسعد صباحكم. هلا بك. منظومات الطاقة بشكل عام هي عبارة عن مشاريع اون جريد مثل هذا اللي صار علي التقرير، مشاريع اوف جريد يعني مستقلة عن الشبكة، المشاريع الزراعية، مشاريع تشغيل مضخات المياه الارتوازية والأفقية، مشاريع بتمد المنازل بالكهرباء، المشاريع الاوف جريد او بنسميها اوف جريد يعني مستقله عن الشبكه، ممكن يشتغل المشروع باستقلاليه عن الشبكه في حال عدم توفر شبكه الكهرباء العامه. اما المشاريع اللي هي موضوع كان حديث التقرير هي مشاريع اون جريد، يعني هي بحاجه الى شبكه عامه لأن تعمل. فمجرد عدم وجود كهرباء فمشاريع الأون جريد اللي كانت حديث التقرير أو الموضوع التقرير ما فيها تشتغل بدون كهرباء، هي عبارة عن داعم للشبكة العامة، بيتم إنتاج الكهرباء محليا وبتضخ على الشبكة العامة لتقليل السحب من المصدر، إن كان سد ولا محطة حرارية ولا أي جهة عم تولد الكهرباء العامة. إذن هي لا تعمل بدون كهرباء، لكن هي تدعم الكهرباء، وبالتالي هي بتخفف من السحب والضغط على الكهرباء اللي عم تم استيرادها من تركيا. بالضبط، وكأني صار عندي محطة ضخ مستقلة تدعم المحطة الأساسية يلي مصدر الشبكة، إن كانت من سد أو محطة حرارية أو محطة نووية، فأنا بالأخير عندي صار مولد داعم للشبكة الكهربائية العامة. المشاريع الأخرى اللي نسميها أوف جريد هي عبارة عن مشاريع ممكن تكون صناعية، ممكن تكون زراعية، ممكن في نشغل معمل على بطريقة ألواح طاقة شمسية باستقلالية عن الشبكة العامة. نحن هون ومشاريع زراعية، نحن هون عم نحكي عن مشاريع أوف جريد يعني مستقلة عن الشبكة العامة. وجود الشبكة العامة بيصير عندي أنا المشروع صار ستاند باي، يعني أنه ممكن أنا إذا صار عندي نقص أيام الغيم، أيام في معظم ايام السنه لما بيكون عندي الطاقه الشمسيه غير كافيه في ساعات الصباح ساعات المساء، ممكن استفاد من الشبكه العامه لاخذ النقص لتشغيل المشروع الزراعي او الصناعي اللي واكيد في توفير ايضا ماديا، يعني لما بيكون مثل هاي المشاريع اكيد لها اهميه بهذا الوقت، وفي توفير اتوقع مادي مثل ما ذكرت، هو بخفف من السحب من الكهرباء المستورده من تركيا، وبالتالي اكيد راح تكون احتياجات الكهرباء مغطايه اكثر لمساحات اكثر، وايضا راح يختلف على المواطن. نعم أنسي، هلا مشروع الطاقه بانواعه مشروع اقتصادي، يعني احد الايجابيات اللي ممكن نعددها هي انه هو مشروع اقتصادي يوفر سعر انتاج السلعه ان كان مشروع اقتصادي، او سعر انتاج الزراعي ان كان مشروع زراعي بشقيه، ان كان ستاند باي ولا كان باي باص. بس يعني نحسن نقول أن مشروع الطاقة الشمسية هو بديل فعال عن الكهرباء العامة، بديل فعال. طيب. بعيدا عن ديزل وإنتاج الكهرباء بواسطة المولدات وتوابعها ومشاكلها وتكاليفها الباهظة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الصناعي أو إنتاج الزراعي. طيب ذكرتوا بالتقرير أنه حابين توسعوا أكثر هذا المشروع، ماذا تحتاجون لتوسعه هذا المشروع، وهل تواصلتم مع جهات معينة مثلا لأخذ مناطق قد تكون خارج المدن قليلا، مناطق غير زراعية تعودون إصلاح تلك الأراضي
وإقامة تلك الألواح؟ أستاذي الكريم، التوسيع المشاريع، هلا هي المشاريع أخذت طابع شعبي، إنه صار في انتشار بشكل أفقي وشاقولي، وبشكل أفقي إنه ممكن أي شخص عنده مقومات، عنده رأس مال بسيط، ممكن يقوم بهذا المشروع ويصير عنده مشروع بيضخ على الشبكة العامة، بيصير عنده مردود مادي لأله ولا الأشخاص اللي عم يشتغلوا معه. بشكل عمودي ممكن أنت توصل الاستطاعات لواحد ميجا واثنين ميجا وثلاثة ميجا. ما في معوقات يعني حقيقية أو مشاكل حقيقية بتعيق من انتشاره بشكل أفقي أو عمودي لهالنوعية من المشاريع. ومثل ما تفضلت أنا إنه أخذ المشروع فكرة شعبي، يعني صار ما إنه هو حكر على أشخاص محددة أو جهات محددة، صار أي شخص بداية الموضوع إيجابي، يعني بيكون في منافسة بالسوق، ممكن يكون في خفض بالأسعار، هذا الشيء صح؟ بالضبط. هلا هو من وقت ما انطلق هذا النوعية من المشاريع تم تخفيض سعر الكهرباء على مرحلتين، بالتالي المستثمرين صاحبين المشاريع صار في عندهم مردود مادي، وفي عوائل او اشخاص عم يشتغلوا معهم من ناحيه التشغيل، المراقبه، الصيانه، حراسه. الفائده على بقيه الاشخاص او العوائل اللي ما عندها هيك مشاريع انه تخفض عليها سعر الكيلووات المنزلي او الكيلووات الصناعي. والمنافسة جميلة أكيد بأي مشروع، وبالتالي أيضا هذا مثل هاي المشاريع عم توفر فرص عمل لكثير أشخاص. نشكرك على المعلومات اللي قدمتها خالد عبد الكريم، مهندس كهرباء ومشرف على مشاريع الطاقة الشمسية، كنت معنا مصورة. شكرا لك.